عم بسأل إذا حدا عنده أسئلة. أستاذ، أنا بدي أسأل شيء. يلا تفضل. مين بالأول؟ عشان مريم، مريم، تفضلي مريم. نحن دايما فينا نستعمل V equal V maximal cosinus theta 0 t plus phi، يعني دايما، ولا لازم برهنها بعدين استعملها؟ لا، فيك تستعمليها بالموفمون اوسيلاتوار، هذه دايما مزبوطة. هي صح، فيك تبرهنيها من الإكس، بس كمان هي مزبوطة دايما. إيه، ماشي، ميرسي. أهلا وسهلا. مين عنده أي سؤال تاني؟ كله تمام؟ كان في امبارح قلق لأنه أستاذ بدأت أبعت لك اكزرسيس ما راح نخلص. الاكزرسيس اللي سألتني عنه، بتصور انه بيرجع مش الحال، بس لفت نظره انه مش في الحال، ماكسيمال هي اوميجا، اوميجا اكس ماكسيمال، في ماكسيمال هي اوميجا اكس ماكسيمال، والبيريود تي ايجال دو بي سور اوميجا، تي زيرو ايجال دو بي سور اوميجا زيرو، هودي بيساعدوها لحتى تلاقي اللي بدها اياه. مش الحال هدى؟ ايه مش الحال استاذ. اوكي. لا، طيب، مين لحل عنده السؤال سؤال؟ من رودي وستويت. صحيح. حدا عنده أي سؤال تاني؟ طيب، اسأل اتليزي هدى، بعدك ما فوتها، فوتها بليز. بعدها مش مبينة هدى. مش مبينة عندي هدى بعد. طيب، نسأل آلاء. استاذ، آلاء، بدي الإيكواسيون ديفرنسيال كي ريجي لو موفمون دان أوسيلاتور هارمونيك سامبل، موفمون اوريزونتال. خلينا نستعمل المسطرة أزبط هون عشان يكون واضح السؤال. من أولها ولا بس الإكواسيون؟ لا لا، ما بدي استعمل التقليدية هيدي، الديزاين شو اسمها، انرجي ميكانيك، انا استعمل شيء تاني هلا. اوكي، en utilisant la deuxième loi de Newton. La pendule simple, نحن مش مطلوب الا نعرف منه ال A وال Omega 0. صحيح، وبس هو اللي قلت لك عنه هذيك المرة نفسهم. اوكي، سوم لل لا، بعد ما خلصنا. اوكي، اوكي. الريسور se trouve allongé d'une distance x par rapport à sa position d'équilibre. يعني هذا الماس، هذا هو. اوكي، سي الاكس اكستريم اكس، الاو هي هون، هيدي الاو لنقول هون مكان السنتر دو ماس بالاول، من هون لهون هاي اكس. اوكي، بدي ايكواسيون ديفرنسيال. قبل ايكواسيون ديفرنسيال بدي اسالك كم سؤال بس. اوكي، Quelles sont les forces agissant sur le solide S? C'est le solide S. Seulement la tension, puisque le poids ou la réaction biroh. Ahsanti, bas. Khalina n'addoum l'awal. Les forces. Les forces agissant sont. Agissant. Poids, réaction, tension. S sont. Ok. Henni. Son poids P la réaction du plan de l'axe يعني. أو du plan بدون ما نقول أكس لأنه حتى ما نفكر في روتاسيون بالموضوع. réaction du plan اللي هي ان لا تنسيون
capacité du ressort. En supposant qu'il n'y a pas de frottement. Okay. Alors, appliquez la deuxième loi de Newton. نجيب الإكواسيون ديفرنسيال. أيوة. أوكي عنا إنه سم للفورس إكستيريور إيجال إم أ. والفورس إكستيريور أجيسون إيسي هي بس التنسيون. ودابخي لوا دو هوك التنسيون. دوزيام لوا دو نيوتن بتقول P. P plus N plus R إيجال إم أ. P تنسيون شيك إيجال إم أ. أوكي. بس نعمل نحنا بروجيتون على X بروجيتون على سنس للموفمون لا حد على X بريم و X ليش ما قلتي سنس دو موفمون مثل ما قلنا بالعادي لا لأنه ممكن يكون عكسه صح لأنه سنس دو موفمون أصلا variable مرة باتجاه الإكس مرة بعكسه أوسيلاتوار صح صح قلنا هذيك المرة صحيح فإذا بروجيتون cette relation sur X بريم X شو بصير عندي؟ بتصير عندنا بس T إيجال M A لأنه P والN بيساوي صفر. مزور الجبريك A إيجال M A مزور الجبريك يعني بصير عندي T شو هي عندنا؟ T هي K X الواد هوك. طيب خلينا نأكد بالضبط هي K X ولا مون K X؟ أوكي K X. طيب خلينا نشوف الفورس اجيسانت ونرسمهم اوكي سون بوا بي كي ديريج فير لو با هذا البوا فير لو با عندنا رياكسيون دو بلان فير لو او هذا ان التنسيون بهالحاله كيف بتكون يمين ولا شمال فير اكس او فير اكس بريم فير اكس بريم موان يعني احسنتي فير اكس بريم بعد ما فينا نقول موا او بلس هاي تي شيء بعد ما عملنا طيب هون الاكس بوزيتيف او نيجاتيف الاكس ايه هي الاو وهذا الماس الاكس بوزيتيف بوزيتيف اكس بوزيتيف تي شو تي نيجاتيف بوزيتيف لا روقي مش الاكس بوزيتيف ايه طيب التي بهالحاله شو بتكون؟ عشان ضل هي لا هي دون لي سونس كونترير على اكس اكستريم اكس يعني نيجاتيف بالمطلق هي نيجاتيف صح؟ اوكي بس الاكس شو بوزيتيف خلينا ناخذ نقطة تانية ونرسم التنسيون من جديد مسيو. خلينا ناخذ بهاي النقطة بتكون عكسها يعني ايه روحي شوي بس ايه نعم هلا الاكس بتكون بوزيتيف لما تكون الونجمون نيجاتيف بس تكون كومبرسيون لا لا ابدا ابدا ما خص لا ال ال x بتكون بوزيتيف هون بهالحاله هيدي لما بكون في اللونجمون بهالحاله هاي بلكي انا اخذت السنس بالعكس بدنا ننتبه لهالمساله عرفت كيف هي يعني ال الفينال حسب الاكس حسب الاكس اللي بتختاره انت عرفت كيف اذا الاكس اخترته باتجاه الشمال مثلا فير لا جوش بتصير لما الاكس بوزيتيف بتشوف انت كيف التنسيون بتكون هون بهالحالة هيدي صار في عندي كومبريسيون صح؟ إذا كومبريسيون الريسور كيف بيدفش؟ بالعكس بالعكس هيك شايفي كيف؟ فالتنسيون بتكون هيك تنسيون شو هون؟ بوزيتيف تنسيون بوزيتيف لأنه الإكس لا ما خص عم بحكي هي لحالة بوزيتيف صح؟ هلا الإكس هون شو؟ نيجاتيف هي لأنه ورا من هالجا صح لما الاكس نيجاتيف التي بوزيتيف لما الاكس بوزيتيف تي نيجاتيف دونك تي اكس سون دو سين كونترير هل بدي اياك تعرفي اوكي تبعتي تي والاكس هن اذا عم نحكي عن مزير الجبريك وبدي احط كا اكس في عندي اشكال لان الكا بوزيتيف الاكس اذا كانت بوزيتيف بتكون التي نيجاتيف بعكس بعضهم بكون صح اوكي نحن بالاكس بعد هلا مش عم بعرف كيف عرفنا اذا بوزيتيف ولا نيجاتيف احسنتي هاي الاو اللي بتعرفنا هاي الاو هي البوزيسيون ديكيليبر اوكي اذا كانت عم تعمل الونجمون لا لا ما خص الونجمون طلعي هذا الاكس اكستريم اكس كل شيء موجود على باتجاه الاكس بيكون بوزيتيف كل شيء باتجاه الاكس نيجاتيف بيكون نيجاتيف فهمتي كيف؟ ما لها علاقه باللونجمون او الكومبرسيون نحن بنشوف وين هي
ومنحدد البوزيتيف او يعني هون النيجاتيف. نحن عنا الـ x بوزيتيف والـ t نيجاتيف. صحيح مزبوط. وهون بالتاني مطرح هون بالعكس بتكون. هون عنا الـ x نيجاتيف والـ t بوزيتيف. أحسنت. فدائما بكل بس ما الحالات أستاذ أتو تانستون تي إقال مون تأيز عنده. نعم. إيه هذا؟ أوكي. بتكون بعد الـ O بده يكون في ألونجمون، ولا تكون قبل الـ O بده يكون في كومبريسيون. أحسنت صح مزبوط. يعني بعد الـ O هي بتكون بوزيتيف، يعني وقت الألونجمون بوزيتيف. إيه؟ وبعد وقبل الاو بتكون نيجاتيف، يعني وقت الكومبريسيون نيجاتيف. قلت له علي، انا هون علي سرور قلت له اذا اخفرنا الاكس بالعكس وبحق لنا مش ضروري يكون نفس الشيء، عرفت كيف؟ يعني لقلك اخذت الاكس بهالاتجاه، شايف؟ نفس الموضوع، هاي الاو هون، طيب هاي اخذت الام هون، هاي البوان هون جي، طب هون الاكس شو؟ هادي هون شو هون؟ هون الاكس ايه نيجاتيف صح؟ ايه نيجاتيف مع العلم عندنا اللونجمون مع الريستور حسب السونس دولاكس. ايوه عشان السونس عشان السونس دولاكس. هلا حسب السونس اللي مخدينه نحن ايه مزبوط، بكون بس يكون في اللونجمون بتكون اكس بوزيتيف كومبريسيون اكس نيجاتيف بهاي الحاله بهيدا السونس. تمام عمم الموضوع بس ايه تفضل. نحن فينا نشتغل انه ال فينال مو ال انيسيال، وال فينال مثلا نيجاتيف او بوزيتيف، وال انيسيال نيجاتيف او انه بهذا المبدا خلص بدون ما نعقد حالنا بهالموضوع، خلص حسب الاكس دوز اكس، عرفت كيف؟ فيرز اكس بوزيتيف من الاو، فيرز اكس بوزيتيف بتكون اكس بوزيتيف، بالعكس بتكون نيجاتيف، وبتشوف اذا في الونج ما او لا حسب الريسور وين محطوط وكيف محطوط. هي التنسيون لازم تكون دايما بوزيتيف، فإذا الإكس نيجاتيف بدي أضربها بمو عشان تكون تنسيون بوزيتيف. لا ما التنسيون مش ضروري تكون نيجاتيف ولا ضروري تكون بوزيتيف، دايما هي فاريابل التنسيون، مرة بوزيتيف ومرة نيجاتيف، عرفتي كيف؟ كمزير الجبريك ليك ليه؟ لأنه هايدي بنسميها فورس درابيل، هاي الأو هون شيل الأو هون أوكي. كيف ما رحتي وكيف ما جيتي التنسيون باتجاه الأو إجباري، وين ما رحتي وين ما جيتي كيف هي هاي التنسيون دائما ديريج بالموفمون اوسيلاتوار، لا تنسيون فورس دو رابيل بنسميها، اوكي اسمها فورس دو رابيل، هي الفورس دو رابيل هيدي هي اللي بترجع الريستور لوضعه الطبيعي، بتحاول ترجعه لوضعه الطبيعي. توجور توند ا سي ديريجي فير او فير لا بوزيسيون ديكيليبر، اوكي فمش ضروري تكون هيك يعني نيجاتيف هيك بوزيتيف، بالحالتين بتاخذ الحالتين. طيب شو التون دو ليسونس دو موفمون شو بصير عندك؟ بتصير عندي تي ايجال واحد، بتصير تي ايجال ام ا، يعني موان كا اكس موان كا اكس ايجال ام ا ايجال ام ا يلي هي ام اكس دوبل بريم ام اكس سيكوند. اوكي فاذا الايكواسيون ديفرنسيال اكس سيكوند بنحط الـ x سيكوند لحال و كـ m x اوكي هيدي نرجع للي كنا نشتغله سابقا، بس هون اعتمدنا مش على الانرجي على دوزيام الوادي اوكي حسب ما يقلنا هو، بس عادة نحن بنشتغل على الانرجي ميكانيك اوكي ميكانيك. طيب هاي حالة ما عندنا فروتمون. طيب دو لسه فيك بس طلع عشان صورها اوكي، بس لا اوسع لك اياها شوي تفضل. مش الحال ميرسي. طيب بالحالة الثانية لوسكو لا فورس هاي بدو La force de frottement existe. La force de frottement existe. Ou la force de frottement toujours dans le sens opposé à V. يعني هي moins H V. F égale moins H V. H c'est une constante positive. شو ما كانت. Coefficient de frottement بنسميها. Une constante positive. فإذا
F et V sont toujours de sens opposé. عشان هيك حطيت موان. الفيتاس الفورس سوبوز او موفمون دائما بعكس الموفمون الفروتمون مو اشفي. طيب هلا اذا عندي فروتمون وبدي اجيب ايكواسيون ديفرنسيال نحن مطلوب منا لحد الايكواسيون ديفرنسيال من بعد منه سوليوشن مش مطلوب منه اوكي. فاذا اف ايجال مو اشفي بدي استعمل طريقتين هون. اول شيء من خلال من خلال الواد نيوتن عندي ايكواسيون بدي ايكواسيون ديفيرونسييل en utilisant la loi de Newton. هذا سوليد soumis à l'action de son poids P qui dirige vers le bas, la réaction du plan N vers le haut, les naftar de tension بهال اتجاه التنسيون. ركزوا معي منيح اذا كانت الاو هون وهون عندي الانجمون هذا الاكس اكستريم اكس سنس بوزيتيف بهال اتجاه ماخذه انا هون بكون عندي الانجمون صح؟ طيب صح. كيف بتكون الفورس دو فروتمون برايكم؟ مثل التالي بالعكس بالاتجاه التالي بعكسه ده يعني عكس بوزيتيف صوت الاكس باتجاه التالي باتجاه الاكس هول فورس كلهم بهالحاله كونستانت وثابتين معروفين مش كونستانت انه معروفين اتجاههم هيك صح بس الفورس دو فروتمون هي بدي احدد لك سنس دو موفمون لتقول لي الفورس دو فروتمون لازم تكون نيجاتيف عشان يعني بالروحه ولا بالرجعه بالرجعه ما حدا يجاوب من عنده انا بدي اقول لا عكس الموفمون روق شوي روق ايه برافو هذه الفي اذا كانت الفي هيك بتكون مثل التي مثل التنسيون مزبوط بتكون الفروتمون بهالاتجاه واذا كانت الفورس دو فرو اذا كان الفيتاس بالعكس اذا كان الفيتاس هيك بتكون الفورس دو فروتمون هيك عشان هيك الا نحن موقش في تبهتوا واضح بنفس البوزيشن فيها تكون رايحه وفيها تكون جاي اذا رايحه بعكسها واذا رجعه بعكسها مش الحال اوكي فإذاً هول حالهم هول إذا كان الفيتاس هيك بتكون هيك هون الفيتاس بهالاتجاه فإذاً الفورس دو فروتمون بهذا الاتجاه طيب علي حرز كفي شو بدي كفي أستاذ بدنا الإكواسيون ديفرنسيال دابري لا دوزيام أول شيء الفورس أجيسان أوكي بوا بي بوا réaction tension ou frottement هول هن الفورس اجيسون دوزيام با ا سويفر دوزيام لوا دو نيوتن ابري لا دوزيام لوا دو نيوتن سوم دو فورس اكستيريور ايغال ام ايغال ام يعني بي plus n plus n plus f égal m a égal m a بعدين troisième pas à suivre projection sur x prime x projetons sur x prime x يلا زيرو الجبريك تي بلس زيرو خلينا نحطها دغري مره واحده موان كا اكس شرحناها قبل بلس فورس دو فروتمون موان اش في موان اش في ايجال ماس فاكسراسيون ام ا هلا فاذا صار عندك موان كا اكس موان كا اكس اكسبريم ما اكس ما اش اكسبريم اكس اقل ام اكس سكوند ام اكس سكوند
نقصهم على M ونجيبهم لجهة واحدة بصيروا X second. السؤال نعم هي الفرطمان مواقف V بس مش بالسوم اللي قالوا الفرطمان هي مواقف يعني بتصير بلس H V لا هي المواقف V هي المواقف لأن الموان جاي من سنس أبوزي دو موفمان بما أنه الفيتاس هون داخل الموان في يعني موان فيتاس يعني سنس كونتر دو موفمان أوكي طيب فإذن بلوس كا سور أم كا سور أم إكس إقال زيرو شو صار عندي إكواسون ديفرنسيال دي سيغون أوردر شايفين أفك سيغون مونر أوكي إسا سوليسيون مش مطلوب منها هو exponential مع سينوس okay. يعني بصير الإكواتيسون لسون X إقال A fois E على بيسانس moins H T sur factor sinus omega T plus U والأوميجا هي نفس الأوميجا اللي موجودة هون ومش مطلوب منا أكتر من هيك لحد يعني بس الإكواتيسون ديفرنسيال بصير الإكواتيسون ديفرنسيال موفمون هارمونيك شو منا هارمونيك سامبل هيدي موفمون شو سيدو بيريوديك سيدو بيريوديك اي جوي تفضل انا على عندي بال يعني بالبروجيكتون للتنسيون كل مره هي بتكون موقع اكس كل مره دائما صح لانه عم نحط الميزان الجبري التنسيون عكس السونس 100% هون يعني احنا أوكي. احترمنا السونس تاعيتها وهون احترمنا السونس لها من خلال الاكس هون احترمنا السونس ومن خلال الفي احترمنا السونس تاعيتها مش الحال ونفس الشيء ونفس الشيء بالفراتمو هي مو اش في كل مره لانه الاش والفي عندهم سونس ديفيرنت لا الاش كونستانت بوزيتيف الاف والفي قصدي الاف 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 والفي صحيح تمام هيدا اوكي طيب. استاذ بدنا بوندول فيرتيكال تكرم عينك بعد شوي بس لحتى نخلص من الايكواسيون ديفرنسيال هول وبنرجع للبوندول فيرتيكال نحن حلينه مره واحده صح ايه ايه حلينا مرة واحدة عليه ماشي طيب هلأ تروى بدي إكواسيون ديفرنسيال نفس الموضوع نفس البوندول سامبل أوريزونتال بس بدنا نعتمد على الانرجي ولا فورس دو فروتمون ديفيرون دي زيرو أكيد لما تكون با دو فورس دو فروتمون عملناها نعتمد على شغلتين هون اول شيء البويسانس للفورس دو فروتمون بويسانس للفورس دو فروتمون هي شو هي دي دبليو سور دي تي يعني هي شو ديريفيل ديريفيل راديكال كاسور ان ايه يعني اف فوا اف ميزور الجبريك فوا dx sur dt مزبوط لانه هي f par d ليش اعتبرت هاي اخذت هالمسافه الصغيره هاي dx بعتبر انه على هالdx اللي هي انفينيمو بوتي كثير صغيره هاي انه dx بنعتبر عليها لهي المسافه الصغيره ان الفورس دو فروتمون كونستانت فبصير يحق لي اكتب انه الترافاي هي f و d والا ما بحق لي انتبهت كيف بعيده أخذ... إيه أخذت ديستانس انفينيمون بيتي كتير صغيرة دي إكس هي تنفير زيرو هاي دي إكس اللي شايفينها بشكل أنه عليها ما بتلحق الفاز دو فروتمو تغير اتجاهها أو تغير الفالور لإلها واضح كيف؟ فإذا على هالمسافة الصغيرة ما بتلحق الفاز دو فروتمو تغير قيمتها بدنا نعتبرها دي إكس دو تي مش هاي؟ نعم دي إكس سور دو تي؟ إيه سور دو تي تحت فهمتوا هاي شو المقصود انه ما بتغير اتجاه فبتصير الترافاي هي اف فوا دي اكس سور دي تي هي الديري من هون لهون الوقت لتقطع هاي المسافه بنسميها دي تي كمان انفيرمون بوتي دي اكس سور دي تي شو هي هاي فيتاس اف فوا في صح بس الفورس دو فروتمون هي مو اش في صح مو اش في فوا في مو اش في اوكاري فإذا البويسانس دو لا فورس دو فروتمون هي مو اش في او كاري فاز مش البويسانس انرجي بار بار تان بلا هي دبليو في هي انرجي ترافاي مش الحال علي
اوكي الترباي هي نوع من انواع الانرجي موجود. هذا عنده مشكله هون؟ ايه انا اولا يا استاذ شوي اولا بويسونس ايجال عاده البويسونس هي انرجي على طن يعني ترافاي سور طن. اوكي بويسونس بشكل عام هي ترافاي سور طن. هاي اذا كانت الفورس كونستانت على طول. اوكي هلا نحن بناخذها بمنطقه تكون كونستانت فعشان هيك انا سميتها اليمون دو ترافاي سور اليمون دو ديستانس. صغرت المسافه كثير كثير حتى تكون حتى يحق لي استعمل انه هاي دي دبليو في سور دي تي هي لا فورس دو فروتمون فوا دي اكس هون اعتبرتها اف اف بي فوا دي سور دي تي. اوكي لحتى يحق لي اكتب هاي لازم تكون الديستانس انفينيمو بيتي فاذا ايجال اف فوا في اللي هي دي اكس سور دي تي. اوكي وعندي الاف هي موا اش في بتصير موا اش في اوكاري. اوكي ننتقل هون ل بويسونس دي نوتر مانيير. ما البويسونس تاع الفورس دو فروتمون صح هي ترافايل عليها بترافايل الفورس دو فروتمون بس كمان بويسونس مي سيت بويسونس دو لا فورس دو فروتمون ايغال تو دي انرجي ميكانيك سور دي تي كمان هي الديريفيه دو انرجي ميكانيك بويسونس انرجي سور طن. ما هي الدي دبليو في بتشبه الدلتا انرجي ميكانيك. طيب والانرجي ميكانيك شو بتساوي عنا؟ هي ان دومي ام في او كاري بلس ان دومي كا اكس او كاري. طيب شو بس ليش في بويسونس تاع الفورس دو فروتمون طلعت ديريفي الانرجي ميكانيك؟ هي الفارياسيون دو الانرجي ميكانيك مش عندك هي دبليو في سور تي. طيب والدبليو في هي فارياسيون دو الانرجي ميكانيك صح؟ ايه ايه دبليو في سور تي على وقتها شو هيك؟ الديري لدي ان دبليو في على الديري لهيدي التبعي اوكي؟ هاي بتساوي دلتا دي انرجي ميكانيك والدي تي موجوده عندك لانه انرجي على تون مش الحال؟ ايه اوكي هلا بدي اجيب دي انرجي ميكانيك سور دي تي شو هي؟ ام في في بريم بلس كا اكس اكس بريم صح؟ ايه فبصير عندي بصير عندي انا موان اش في او كاري ايجال ام في في بريم بلس كا اكس اكس بريم اكس بريم ديفيرون دو زيرو نختزل فيه وفي ايجال اكس بريم و في بريم ايجال اكس دبليو بريم لانه موفمون لينير فاذا ابري سامبليفيكاسيون بار في وبجيب الاش في بالاتجاه هيدا لتاني جهه بصير عندي ام اكس سكوند بلس كا اكس بلس اش في ايجال زيرو دو ليكواسيون ديفيرونسيال اكس سكوند بلس h sur m x prime plus k sur m x égale 0. C'est l'équation différentielle d'un mouvement pseudo-périodique. Il m'a dit qu'il n'y a pas de temps. نفس الشيء بس على الترافاي اسهل صح؟ على فوق على الانرجي على الدوزيام لو دو نيوتن اسهل اسهل ايه بس احيانا يعني بنفرض علي انا على اي طريقه بده اياه هو بده يشتغل. اوكي مش الحال؟ مش الحال. اوكي بس نعم استاذ مش كان لازم نقول الدريفه للدلتا انرجي ميكانيك؟ لا ما الدي انرجي ميكانيك هي بتعني دلتا انرجي ميكانيك اذا كانت الفورس كونستانت هي مانا كونستانت فعشان هيك حطيناها دي اخذنا على اليمون دو بويسونس صغير اليمون دو ديستانس صغير كثير يعني محل دي دبليو في سور دي تي ما هي ذاتها هاي عرفت كيف؟ الاليمون دو ترافاي
هو فارياسيون دو لينرجي ميكانيك. اوكي. فاذا بهيدي الحاله اللي هون عندي بتكون الموفمون بهذا الشكل. لنقول بلشنا من هون بتبلش تقل شوي شوي. اوكي. هل موفمون بسيدو بيريوديك x en fonction de t. هاي الديكرواسانس يلي عم بصير عندي هون. هاي الديكرواسانس طبعا كلهم على نفس الخط بيكونوا يعني هون على نفس المفروض اذا انا رسمتي مظبوطة كلهم يدقروا هون بهذا الكورب يلي فوق. هذا الكورب تاع الاكسبونونسيال يلي بينقص الانرجي يعني هذا الاكسبونونسيال تلكم انتوا اخذتوا الاكسبونونسيال بالمات ولا بعد؟ بعد. اوكي بس تاخذوا بس تاخذوا بتعرفوا كيف بصير الانحدار له رسمته بهالشكل هيدا بتكون. هو عكس رسمه ال مزبوط احسنت بكون هيك رسمته بهالاتجاه ماشي.